بالك انت في سنة 78؟ كانت مصر لسه خارجة من مظاهرات بقالها يجي سنة كده، اللي هي مظاهرات يناير 77، اللي ناس قالوا عليها انتفاضة الخبز وناس تانية قالوا عليها انتفاضة الحرامية. عموما دي مش قصتنا ولا حدوتتنا. ليه بقى؟ علشان مش هنقلب في ورق مش بتاعنا ولا دورنا نقلب فيه. المهم يا سيدي، في سنة 78 دي عمنا وحيد حامد كتب مسلسل حلو كده عنوانه أحلام الفتى الطائر. مسلسل حلوة كده وصغنن، 14 حلقة بس، قبل هوجة الستين حلقة والتلاتين حلقة والحلقة المية ومش عارف كام اللي عاملة زي التركي والهندي دي. يعني مسلسل مكثف وسريع كده. البطولة كانت للزعيم عادل إمام ومعاه كوكبة من النجوم. عمنا جميل راتب في دور خلى الجمهور يركز معاه قوي ويلفت نظر المنتجين والمخرجين جدا، وشيخنا عبد الوارث عثر الله يرحمه، اللي بجد كانت أمنية لناس كتير تشوف له صورة واحدة في شبابه. بس الأسطورة بتقول إن شيخنا عبد الوارث اتولد كده الحقيقة، حتى هو ساعات كان يقول على نفسه كده. وبعيدا عن الإفيه اللي فرض نفسه علينا، شيخنا عبد الوارث عثر كان مؤلف سينمائي ومدرس للإلقاء المسرحي، ودرب نجوم ونجمات كتير جدا على الإلقاء. المهم المسلسل ده كمان كان فيه الحلوة سوسن بدر وناس تانية، وطبعا بقى ايه ما يفوتكش توفيق الدقن وسعيد صالح والكبير قوي 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 المليجي اللي السينما ما جابتش زيه تاني، والإخراج كان لمحمد فاضل. المسلسل ده بقى مش كسر الدنيا، ده خرم سقف النجاح، ومن كتر نجاحه بقى يتعرض في التلفزيون كل شوية، جوه رمضان بره رمضان بين البنين شغال في أيها وقت. المهم وسط الكوكبة من النجوم اللي ينوروا مجرب حالها في عز الليل في هذا الوطن الممتد، كان معاهم ممثل تقيل قوي، ممثل راسي ولا الجبل. الممثل ده هو عمنا صلاح منصور. ليه اخترنا صلاح منصور؟ أقول لك، أنا الراجل ده كان قطر تمثيل ماشي على قضبان الموهبة، غول تمثيل وربنا مفيش حد قدر يقف قصاده أبدا أو يكسر طلته قدام الكاميرا. يقف قصاد فاتن حمامة تلاقي برنس، يقف قصاد شكري سرحان ولا يهمه، سعاد حسني وإيه يعني. صلاح منصور كان معجون موهبة ورادع فن ورادع تمثيل مع لبن الأم. أو الله صلاح منصور ده جه من شبين القناطر واشتغل صحفي في روز اليوسف، ومنها على معهد التمثيل بتاع عمنا زكي طليمات، وفضل شغال صحفي وبيدرس ويمثل مسرح كده على خفيف. وعلى خفيف برضو دي خلته محبوس في أدوار صغيرة، لدرجة انه كان بيظهر كومبارس ورا اسماعيل ياسين مثلا في سكتش عنبر العقلاء، فاكرينه؟ المهم وعلى حيني غفلة كده عمنا كمال الشيخ لفت نظره صلاح منصور ده، قام زبطه في دور صغير في اللص والكلاب، وبعدها عمنا صلاح منصور بقى علامة في أي فيلم الكمال الشيخ ورجعوا ورايا. ومن السكة دي دخل لصلاح أبو سيف اللي قدمه في دور عمره في فيلم الزوجة التانية. هنا بقى صلاح منصور وصل للقمة في الأداء والتقمص، يا ساتر جبار يا راجل. كان صلاح منصور ده مضروب بالفن زي اللي مضروبين في بلادنا بسيرة عنتر أو أبو زيد الهلالي. مهم فضل صلاح منصور يتقدم خطوة ويرجع اتنين في سكة النجومية، بس للأمانة عمره ما رجع في سكة الموهوبين والعاشقين للفن. النجومية كوم والموهوبين والعاشقين كوم تاني. المهم عمنا صلاح منصور في أواخر أيامه ابنه الصغير تعب ومات، وده كسر قلبه مليون حتة، لكن ما كسرش الفنان اللي جواه، تعب قوي من جوه. وفي مرضه الأخير طلب من أخوه يقفل الباب، وقام من على سرير الموت وقدم مشهد النهاية من مسرحية هاملت اللي كان نفسه يقدمها على المسرح، ومات صلاح منصور، مات وهو بيحلم.
الله يرحمه.